اهلا وسهلا بكل متابعين قناة سلمى حسني. وحشتوني كتير. يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جبت لكم بوشي اهو، جايه لكم بوشي اهو. انا كنت معده اصحابي واصدقائي ان انا لما القناه بتاعتي تتفعل وتنزل عليها الاعلانات انا هظهر لكم في القناه، والحمد لله امبارح ربنا رضاني والقناه اتفعلت ونزلت عليها الاعلانات بفضل ربنا وبفضل دعواتكم ليا طبعا ودعمكم الدائم. ده اكيد فرق معايا كتير والله، بجد فرق جدا، وفرحانه جدا ومبسوطه جدا. فقلت لازم لازم اطلع اشكركم بنفسي. شكرا شكرا جزيلا ليكم كلكم، بجد انتوا ساعدتوني كتير. الواحد بقاله 18 شهر عمال يلف حوالين نفسه مش عارف يطلع من الساقيه اللي هو فيه، بس الحمد لله ربنا رضاني. الواحد ربنا قال يعني اسعى يا عبد ونسعى معاك، فالحمد لله بنعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. انا عايزه بس اقول كلمه لاصحاب القنوات الصغيره اللي زي حالاتي، بقول لكم ان ده حلمكم انتوا، حلم حلم انت لازم تحققيه. ما تخلوش التعليقات السلبيه انها تهدم حلمكم ده. ده القناه دي عامله زي مشروع صغير انت بتبداي بيه، المشروع ده لازم تكبريه واحده واحده. ما بتستنيش منه اي اموال في الاول خالص عشان خاطر المشروع يكبر. فالقناة بتاعتك دي عاملة زي المشروع بالظبط، بتتنيكي تشتغلي في الأول، تشتغلي وما بتبصيش هتاخدي ايه، المهم انك تدي للناس عشان تلاقي بعد كده. لازم تدي عشان تلاقي تاخدي. فاستمري في نزول الفيديوهات، اتطوري، حاولي تطوري قناتك، ما توقفيش عند حاجة معينة، حاولي تطوري القناة، اشتغلي كتير. بصوا من الآخر كده اشتغلي قرد في قلب القناة. هنعمل ايه عشان خاطر القناة بتاعتك تتشاف وكده. وربنا طبعا شاهد علينا ان احنا بنتعب قد ايه، فاكيد اكيد ربنا بيعوض، يعني ان شاء الله ربنا هيعوض كل قناة بتتعب يعني ومش لاقية اي حاجة زي حالاتي كده. فالحمد لله. اي نعم لسه الموضوع طويل جدا، اللي هو يعني عشان نستنى يبقى فيه قبض، ده الموضوع لسه بدري جدا جدا عليه، بس الواحد مش مستعجل. انا طالما الواحد حابب حاجة معينة هي زي رسالة كده الواحد بيقدمها للناس، يعني ما بيبصش هياخد ايه من ورا الرسالة دي. فخليكي مكملة في رسالتك دي وان شاء الله ربنا هيجازيكي خير. فطوري، نزلي فيديوهات كل يوم كل يوم، ما تفكريش. اي نعم انا ما كنتش بنزل فيديوهات، ويمكن ده اللي عطلني كل الشهور دي كلها. انا لو كنت بنزل فيديوهات على طول يمكن يا عالم انا كنت حققت الشروط دي من زمان. صعب جدا بصراحة شروط اليوتيوب 4000 ساعة، دي حاجة جامدة جدا. بس الواحد لازم يستحمل عشان يحقق حلمه اللي بيحلم بيه من زمان. فادي لقناتك ان القناة هتديكي، فاوعي تفكري في التعليقات السلبية. اي حد يديكي تعليقات سلبية ما تبصلهوش كأنه لم يكن. والله العظيم والله الواحد سمع تعليقات سلبية كتير وخلاص، يعني الواحد كان بيتحطم من جواه نفسيا. بس لازم تقاومي نفسك، قومي قومي التعليقات السلبية دي عشان تقفي على رجلك وتعرفي تحققي حلمك. لانك انت لو سمعتي للناس دي انت مش هتعرفي تعملي حاجة خالص وهتتحطمي نفسيا، فبالتالي القناة بتاعتك هتتقفل. فاتشجعي تشجعي، قومي دلوقتي اعملي لك فيديو هينفعك، قومي قومي اتحركي. لازم تتحركي في القناة وتطوري من قناتك عشان خاطر القناة تديكي. بس كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم يعود علينا وعليكم يا رب بالخير والأمان على مصر وعلى أمة محمد يا رب العالمين. إن شاء الله الأيام اللي جاية في فيديوهات إن شاء الله هتعجبكم. أنا عايزاكم بس تقولوا لي إيه الفيديوهات اللي بتعجبكم في القناة، وإن أنا أركز عليها أعمل لكم منها يعني حاجات أكتر. وإن شاء الله هبقى هطلع عند حسن ظنكم وأحاول أعملها لكم. بس اصبروا بس عليه شويه عشان النت عندي وحش جدا، بقى لي فتره بشتكي من النت، وطبعا كالعاده الموظفين يعني ايه مكسلين شويه مش عارفه. بس والله يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اصلحه، وهانت ان شاء الله. فهنزل لكم والله فيديوهات حلوه باذن الله.
اللي اول مره يشوفني يتفضل ويتكرم يدخل في القناه. القناه طبعا هتتشرف بيه، يمكن تلاقوا اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه. القناه متنوعه، فيها اشغال يدويه، على حلويات، على طبخ متنوعه، على فلوجات. ان شاء الله تعجبكم. هنزل لكم فيديو ازاي فرشت حاجة رمضان ان شاء الله. استنوه، هو ده الفيديو اللي بعد كده ان شاء الله بإذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، بس يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم. انا شلت الحاجز اللي بيني وبينكم، ما بحبش يكون في حاجز بيني وبين حد انا بكلمه او الناس اللي انا بحبها وتعز عليا. فقلت كده اشيل واحده واحده كده الحاجز اللي بيني وبينكم ده. ويا مسهل الحال يا رب، ربنا يوفقنا جميعا ووفق كل القنوات الصغيره يا رب. انا والله بدعي لكم من قلبي، بتمنى الخير لكل الناس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. واللي اول مره يشوفني وحابب يتابعني ما ينساش يدوس على علامه الاشتراك ويفعل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد، طبخ وفن وحلويات مع سلمى حسن. السلام عليكم.